بين عندكم البرشوتات منانة. السماء عبارة عن برشوت كلها بتسوي هاي المغامرة. راح ناخذ هذا القارب وراح نركب ونروح على جزيرة ثانية حتى هناك نقعد نخيم. Bıraksam kendimi kumlara uzatsam gölgeni havada denize bıraksam kendimi kumlara uzatsam gölgeni havada umut ruhum طبعا هنا بداخل الجزيرة ماكو فنادق او منتجعات، اكو تخييم، يعني وين ما تروحون باعوا هاي الخيم، بس صوب فتحية الشاطئ من صورت لكم اكو فنادق. بس التخييم يعني كل شوية مغامرة مختلفة، واحد انا يعني يرتاح نفسيا انه يحس نفسه بسيط بحضن الطبيعة، شعور مختلف يعني كل شوية حلو اذا جرب. وصلنا هسه للمكان اللي خالينا بيه خيم، راح نكون هنا موجودين. طبعا اكو حمامات، اكو كل الخدمات موجودة، وكل واحد راح ياخذ خيمة يستقر بها هنا. نجهز بيه حتى نروح نغطس نجرب الغطس تحت الماء. طبعا راح نغطس بوادي اسمه وادي الفراشات، تشوفون هذا هنا طبعا بنفس الوقت اذا بتعملوها دغري مع بعض deneyim mi olur? Deneyim. Ben de şu var mı? Etiketleyeceksin ama. Etiketleyeceksin ama onu. Ahmet, seni... Thank you.
Those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you, just the two of us.